السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في قناتي مع الجديد. اليوم غادي ندير معكم واحد طبق ديال السلطة كتجي زوينة صراحة شكلا ومضمونا. وبالنسبة للمكونات عندي القوق، عندي ليشو، عندي الكروم، وعندي خيزو، لافوكا، والمايس، والطوماط، والخيار. غادي ندوزو باش نوريكم كيفاش غادي نقطعو هاد المكونات هادي. اول حاجة غادي ناخد الخيار، غادي نقطعو شكل دوائر. وانا حيت عندي هاد الموس هذا بغيت نغير المنظر ديال الخيار كيفاش غنقطعو، فاللي ما عندوش متوفر يعني قطع غير بالموس عادي. ودابا غادي ندوزو للخيزو اللي غادي نقطعو تاهو على شكل طولي، ولكن غادي نشكلو يعني غادي نقطعو مايل بحال مكعب او شبه منحرف يعني واحد الشكل اللي مايل وعاطي منظر، يعني كفكرة لتغيير شكل الخضار. من بعد غادي نديرو يتسلق. ثم غادي ندوزو هنا نقطعو الكروم وليشو. بالنسبة للافوكا قطعوها كيف ما بغيتو، انا ما وريتهاش لكم هنا، ولكن عندكم الاختيار في تقطع ديال لافوكا ماشي مشكل. انا بغيت نوريكم غير الخيار وخيزو والقوق كيفاش غادي يتقطعوا. وهنا بالنسبة للكروم وليشو دونك كيتقطعوا شوية رقيق باش ما يجيناش ما يجيوش غلاط في التقطاع. بالنسبة للقوق هنايا هنا ديجا عندي انا دايره له نص القرن، يعني كنقي وكندير له واحد نص القرن مع الحامض، مجرد كيغلى كنطفي عليه وكنخليه حتى كيبرد وكنديرو في الكونجيلاتور الوقت اللي احتاجيتو كنلقاه. فهنايا قطعتو على هذا الشكل هذا طولي، وفي نفس الوقت درت له نفس الشكل اللي قطعت بالنسبه للخيزو، يعني درتو مايل كيف ما كتشوفوا. وغادي نرجعو حتى هو يتسلق يكمل الطياب ديالو. بالنسبه للصلصه غادي نحتاج الخل وزيت الزيتون، وغادي نحتاج المليحه وشويه البزار، وغادي نضيف واحد شويه ديال لاموطاغ تقريبا واحد المعلقه صغيره، وغادي نضيف واحد دريس ديال الثومه يعني مفروم مزيان، اولا دريس ديال الثومه تنحكو وتنخلطوا هذا الخليط مزيان حتى كنحصلوا على هذا اللون هذا كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي ندوزو دابا للدريسينغ ديال السلطه. اول حاجه كنحط القوق هو الاول، ثم كنبدا نضيف المكونات اللي عندي تدريجيا. مثلا هنا حطيت الليشو الابيض، من بعد غادي نحط حداه خيزو يعني باش نغيرو شويه من يعني الالوان، خاصه نشكلوهم بواحد الطريقه باش كيعطينا واحد المنظر للطبق ديالنا. من بعد غادي نحط هنايا الكروم الاحمر، يعني كاين اللي كيقولوا لي شو كاين اللي كيقولوا الكروم، فكل واحد كيفاش تي ينطقوا. خاصه هاد لي شو الاحمر دائما كنقولوا الكروم ما كنقولوش لي شو الاحمر. من بعد غادي نضيف باقي المكونات، يعني غادي نوضع هنايا لافوكا كيف ما قلت لكم كنحاولوا نغيروا في الالوان. وهنا عندي الذرة أو المايس، وكيبقى ليا مطيشة اللي كنقطع على هذا الشكل هذا أون لاميل، يعني شكل هلال. تنستفاد هي بهذه الطريقة هذه.
وفي الاخر كيبقى لي الخيار اللي كان مقطعو نديرو في الجوانب بالشكل هذا، او لو ممكن انكم توضعوه غير في الجنب لكم الاختيار، فانا يعني درته بهذا الشكل هذا. وكلمسة يعني فاكلتاتيف يعني اختيارية ماشي ضرورية، المعدنوس صراحة انا كيعجبني المعدنوس، اولا صحي وكيعطي منظر للسلطة تاهي، وفي الاخير كان رافقة بديك الصلصة اللي وجدت معاكم طبيعة الحال. كيف العادة ما تنسوش بارتاج، ما تنسوش لايك وتفعيل الجرس، وكنتمنى ان السلطة هذه تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا دائما في التعليق ديالكم، ومع ألف سلامة وإلى وصفة قادمة إن شاء الله.